امتدادا لتنفيذ فقرات البرنامج اللي درنا طيله هذا الشهر ديال يناير اللي هو كيعرف واحد الحدث كبير اللي هو ذكرى 77 لتقديم وثيقه المطالبه بالاستقلال، وكذلك اننا مدينه سلا كتعرف انتفاضه 29 يناير. إذن امتدادا لهذا البرنامج عرفنا اليوم تنسيق مع جمعية الأيادي المتضامنة وبعض الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بمدينة سلا، حيث قدموا عرضا تاريخيا مهما اللي كان عنده واحد صدى طيب لدى الناشئة ولا الكبار، وكذلك عرف هذا الحفل توزيع الإعانات اللي سبق لنا فرقناهم، لأن بحكم هاد الوباء وهاد الاحترازيه اللي كنقوموا بها يعني التباعد وما قدرناش نوزعهم في يوم واحد، قسمناهم لاربعه ديال الدفعات، واليوم عرفنا الدفعه الثانيه اللي هي دائبه المندوبيه الساميه لاعانه بعض الارامل المعوزات خصوصا في هاد الظروف ديال جائحه كورونا. وشكرا. اليوم كنخلدوا حدثين تاريخيين في تاريخ المملكه المغربيه اللي هو الذكرى ديال 11 يناير والذكرى ديال 29 يناير اللي كانت الحدث ديال الانتفاضه الشعبيه في مدينه سلا. هذا نشاط جمعوي محض مع بالتنسيق وشراكه مع المديريه الاقليميه ديال المقاومه واعضاء جيش التحرير بمدينه سلا بفضاء الذاكره. اللي تم من خلال هذا اليوم هو ان طرح واحد مجموعه من محطات تاريخيه، واحد الشريط وثائقي اللي كيعرض اهم المنجزات واهم المحطات التاريخيه بتاريخ المملكه المغربيه. هذا عمل من اجل البناء، من اجل الاستمراريه، من اجل العطاء، من اجل تجويد هذا النشاط للناشئه وكذلك للناس اللي ما كيعرفوش واحد المجموعه على تاريخ البلاد. اليوم كمفهوم داخل جمعيه روى التنميه البشريه وداخل الايادي المتضامنه وداخل فضاء التضامن والتنميه وداخل كشف التطوعي فرع المريصه، اليوم كنقولوا بصوت عالي ومرتفع تحت شعار الله الوطن الملك بقياده النيره ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس، كنقولوا ان مجموعه من المحطات اللي هي بارزه اللي في عهد ملك التنميه اللي حققها واللي باقي كتحقق، كنقولوا مسيره موفقه لهذا الوطن الحبيب والغالي من طنجه الى القويره وكذلك لجميع المغاربه المقيمين في العالم، كنقول لهم هذا ذكرى وتاريخ، تاريخنا واصلنا والاصل اصل وسيبقى اصلنا الى ان يرث الارض ومن عليها. اليوم جات المشاركه ديالنا مع المجتمع المدني في تخليد الحدث ديال تقديم الوثيقه المطالبه بالاستقلال. كيف ما تيعرف المغاربه كاملين ان المرحله ديال المطالبه بالاستقلال عرفت واحد المجموعه ديال المراحل قبل ما اننا نقدموا هذه الوثيقه هذه باش اننا نطالبوا الاستقلال ديال البلد ديالنا الحبيب. عايشنا عبر الاسلاف ديالنا انه كان واحد المجموعه ديال المحطات مع المغفور له جلاله الملك محمد الخامس وكذلك جلاله الملك الحسن الثاني وكذلك في ملك التنميه سيدي محمد السادس نصره الله. كيف ما تعرفوا المغاربه كاملين اننا الاستقلال ما جاش وتخدير هكا، كانت واحد مجموعه ديال النضالات سواء ديال الشعب ولا ديال الملك ديالنا المغفور له محمد الخامس. اليوم ونحن برحاب فضاء الذاكره التاريخيه بمدينه سلا مع مجموعه من الجمعيات، جمعيه رواد التنميه البشريه، كذلك منظمه الكشف التطوعي فرع المريصه، كذلك جمعيه فضاء التضامن والتنميه بشراكه مع المندوبيه الاقليميه لقدماء المقاومين واعضاء جيش تحرير مدينه سلا وتعاون السلطات المحليه، نخلد هذا الحدث العزيز الا وهو الذكرى 77 لتقديم وثيقه الاستقلال وكذلك تخليد الذكرى العزيزة لمجموع من المغاربة ألا وهي الذكرى 29 يناير الانتفاضة الشعبية التي تلت تقديم وثيقة الاستقلال.
الأكيد بأن هذا الحدث حدث وطني عشنا فيه محطات، خصوصا محطة مع مغفور له محمد الخميس بطل التحرير، وكذلك ملك النهضة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه، وعشنا محطات ملك التنمية انطلاقا من الدور الفعلي والفعال في إتمام مسيرة النماء، مسيرة الخضراء، وخصوصا ونحن نعيش هذه الأيام مجموعة من الأحداث التي تؤكد أننا في المسار الصحيح. من هذا المنبر أشكر كل من حضر، وخصوصا نذكر بالدور الاجتماعي الذي تعمل عليه المندوبية الإقليمية بمدينة سلا في إطار دعمها الاجتماعي والتتبع للأسر المقاومة، وكذلك الحضور للناشئة منظمة الكشف التطوعي أطفال من أجل التربية على المواطنة، وكل هذا في إطار الأنشطة الوطنية التي تعرفها ربوع المملكة المغربية. والسلام عليكم.